السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعدينكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا برايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولا نوفيكم بأسعار صنارة الصيد في مصر مقارنة بين أنواع ماكينات الصيد. أسعار صنارة الصيد سمك في مصر: صنارة الصيد كروكودايل، صنارة الصيد كروكودايل 2.1 ملي، فايبر جلاس 6 ملي متر، مصمت للجر وجيجونج السريع فقط 175 جنيه مصري. سنار الصيد كروكودايل 1.8 ملي فايبر جلاس، مصمت فقط 128 جنيه مصري. سنار الصيد كروكودايل 2.1 ملي فايبر جلاس، مصمت فقط 170 جنيه مصري. سنار الصيد من شو يدا، سنار الصيد من سيو يدا 400 ومن أب تو 30 إلى 60 جرام فقط ب 210 جنيه مصري. سنار الصيد من سيو يدا 8 مقاطع 4.2 مترافق، فقط 200 متر فقط، 4.2 متر فقط بكام 225 جنيه مصري. سنار الصيد من سيو يدا من 15 الى 40 فقط 300 جنيه مصري. سنار الصيد من سيو يدا 8 مقاطع 4.2 متر 42 ل 30 ل 100 جرام تورنيدو بتورنيدو ب 430 جنيه مصري. سنار الصيد من سويدا 12 مقطع 7.2 فقط 470 جنيه مصري. سنار الصيد من سويدا 7 مقاطع 3 متر 30 إلى 60 جرام ب 180 جنيه مصري. سنارة دايوا، بطول 4.50 متر فقط 477 جنيه مصري. سنارة دايوا بطول 5.40 متر فقط 535 جنيه مصري. سنارة دايوا بطول 5 متر فقط 505 جنيه مصري. سنارة دايوا 180 سنتي فقط 220 جنيه مصري. سنارة أوكوما، إيلايت 180 سنتي بسعر 210 جنيه مصري. سنارة أوكوما إيلايت 210 سنتي بسعر 240 جنيه مصري. سنارة أوكوما إيلايت أسود بسعر 230 جنيه مصري. سنارة أوكوما إيلايت أسود بسعر 200 جنيه مصري. أنواع ماكينات الصيد وأسعارها. إليكم أفضل أنواع ماكينات صيد الأسماك أبو غريثة ريفو. تستخدم هذه الماكينة في المياه العذبة مصنوعة من أستان ستيل المقاوم للصدى لحمايتها من التآكل، كما أنها مصممة بنظام سحب على أعلى جودة لسهولة السحب. تزن حوالي 240 غرام وقوة الفريم الخاص بالماكينة 5.5 كيلوغرام. يصل طول الخيط من 15 إلى 170 متر. دايو بلستيس اس اتش تتميز بانها خفيفه الوزن ومقاومه للتاكل. تحتوي على مقبض ذراع من الالومنيوم وبكره اسطوانيه سهله الاستخدام. تتوفر الماكينه بعده احجام من 2500 الى 4000 ويصل وزنها من 240 الى 365 غرام. تصل سعه الخيط من 25 الى 190 إلى 30 إلى 270 والكرات المعدنية معدل التروس 1.06. مشتل ماغ برو لايت 500. تحتوي الماكينة على 10 كرات حديدية ويصل وزنها إلى 199 غرام وسعة الخيط يصل إلى من 18 إلى 0 إلى 130 متر. وتتوفر أيضا بعدة أحجام أخرى. ميغا باس
ماكينة صناعية، يا صناعة يابانية، ماكينة مميزة جدا ومواصفات عالية مناسبة جدا للصيادين المحترفين، لكنها تعتبر من أغلى الماكينات في العالم، يصل وزنها إلى 149 غرام، وسعة الخيط من 4 إلى 26 إلى 66 سنتيمتر، والاتجاهات 11 بي بي، إمكانية السحب القصوى تصل إلى 4 كيلو جرام، ومعدل التروس 1.36. سبرو أوربان 510، وتحتوي على عدد 5 من الأحجار الحديدية، ويصل طول الخيط من 20 إلى 0 إلى 160 متر، وزن الماكينة حوالي 196 غرام. تتميز هذه الماكينة بتصميمها الأنيق وبسعرها الذي يناسب جميع الفئات شيمانو إيرانورز، تصميم أنيق وبجودة عالية. عدد الأحجار المعدنية للماكينة 6 وحجمها 2500 FAA، يصل حجم الخيط من 25 إلى 0 إلى 150 متر، ووزن الماكينة 255 غرام، معدل التروس 1 إلى 5 إلى 2. يذكر أن الماكينة أحجام أخرى هي 1000 و 4000 FAA. تيكا داينا سبين، تصميم فريد من نوعه، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدى، متوفر بعدة أحجام وموديلات وبأوزان مختلفة، ومعدل التروس في الماكينة حوالي من 4 إلى 6، وزن الماكينة حوالي 7.4 من 10 الحجم الصغير، و 9.5 من الحجم الوسط، و 12.3 من 10 الحجم الكبير. ميتشيل أوفيسيت وولد، تصميم البكرة بعدة أحجام مختلفة لكي تناسب جميع أنواع وأحجام الأسماك الماكينة، مصنوعة من الألمونيوم، يبلغ عدد الكرات الحديدية 7، ويصل حجم الخيط من 20 إلى 0 إلى 200 متر، ووزن الماكينة 261 غرام. أسعار ماكينات الصيد في مصر: شيمانو بكرة للصيد الأسماك دوارة 2450 جنيه مصري، في كينج بكرة بمحمل كروي 580 جنيه مصري، في كينج بكرة لصيد الأسماك دوارة 600 جنيه مصري، هوجيا بكرة لصيد الأسماك دوارة 160 جنيه مصري، وكوما بكرة لصيد الأسماك دوارة 3600 جنيه مصري، هايبو بكرة لصيد الأسماك دوارة ب 17000 جنيه مصري، بيوني بكرة لصيد الأسماك دوارة 1050 جنيه مصري، بيجو بكرة لصيد الأسماك دوارة 750 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار صنارة الصيد في مصر مقارنة بين أنواع ماكينات الصيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعم الملك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.